حيث وافق المجلس خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. على مدار جلسة استمرت نحو 5 ساعات واجه أعضاء مجلس النواب وزير التجارة والصناعة بنحو 88 أداة رقابية تمثلت في طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإقامة أخرى جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير المنتج المحلي. وتضمنت مداخلات النواب طلب توضيح سياسة الحكومة بشأن دعم الصادرات ودور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. عدد من النواب أكدوا ضرورة إنشاء مناطق صناعية كاملة مرافق في بعض المدن التي لا توجد بها مصانع رغم توفر الأيدي العاملة بها. وفي مستهل رده على طلبات الإحاطة أوضح وزير التجارة والصناعة أن خطط عمل الحكومة الحالية تتمثل في توفير مستلزمات الإنتاج المحلية لبناء صناعة وطنية قوية ومرنة تتحمل صدمات الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن نسبة مستلزمات الإنتاج المستوردة تبلغ حاليا نحو 56% من إجمالي واردات مصر. وأكد الوزير حرص الحكومة على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي من خلال زيادة حجم الصادرات وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الصادرات المصرية زادت خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 13% عن العام الماضي، مؤكدا تبني الدولة عدة إجراءات لزيادة الصادرات في جميع الأسواق. كما أشار الوزير إلى أنه في إطار تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية سيتم السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير على المستثمرين، مؤكدا أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية خلال فترة من 2022 إلى 2026، وتشمل برامج ومشروعات لدعم الصناعة وفقا لرؤية مصر 2030 بالتنسيق مع مجتمع الأعمال والأحزاب، وستكون جاهزة للتنفيذ بحلول يناير المقبل. دعم الصناعة والصادرات الوطنية وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية وتبني حلول عملية عاجلة لحل مشاكل المستثمرين في القطاع الصناعي كانت أبرز محاور طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزير التجارة والصناعة. من مجلس النواب محمد شعبان، التلفزيون المصري.